رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتدبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. شهر شعبان يقترب من نهايته، وهو شهر له موقعه في التاريخ الإسلامي من حيث الذكريات ومن حيث الاستعداد الروحي لاستقبال شهر الصوم. وشهر الصوم لم يبقى عنه إلا أسبوع، ويتوقع أننا بعد أسبوع في مثل هذا اليوم من الأسبوع المقبل سنبدأ صومنا إن شاء الله. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لصوم شهر رمضان وأداء الصلاة والصوم فيه وقراءة القرآن. فما أجمل هذا الشهر، وما أسعد من يحقق فيه ما يبتغيه من عبادة ومن تزكية للنفس ومن ابتعاد عن الشيطان ومن هزيمة للشيطان. وكما تعرفون فهناك الخطبة المشهورة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان، التي ذكر فيها أنه الشهر الذي تغل فيه الشياطين، فالشياطين مغلولة، بمعنى أن بإمكان الإنسان أن يقترب من الحالة الملائكية في التقوى، في النقاء، في الإيمان، في الابتعاد عن المحرمات، في تجنب المعاصي، في التقرب من الله سبحانه وتعالى. فهي فرصة في العام أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون منطلقا للمؤمن لمراجعة النفس ولتزكيتها ولتنقيتها من الشوائب ومن الأدران التي تلحق بها خلال العام. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يفعلون وما كانوا يعملون. ما كانوا يكسبون. نعم. فران على قلوبهم، أي أن الرين يعني هو المرض أو هو الوسخ الذي يحيط بالشيء، فيبعد، فالعمل السيء يحيط ويغلف القلب ويجعله غير قادر عن أن يتواصل مع الله، يتواصل مع السماء، يتواصل مع الغيب. ولذلك شهر رمضان فرصة لإبعاد، تنظيف هذا القلب، إبعاد هذه الأدران، إزالتها. والدعاء والعبادة هي كالصابون، يعني تغسل هذه الأدران وهذه الأوساخ. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصوم. طبعا نحن أمة، يعني أمتنا الآن نسأل هل صامت الأمة؟ أنا كذبت وقال وأتساءل، هل الأمة صامت؟ الأمة الصائمة لا تفجر، لا، الأمة الصائمة لا تقتل، لا تنقسم، لا تدخل في هذه في هذه المهاوي، في هذه المزلقات التي لا يمكن أن تعود بالنفع على الإسلام. وندعو الله أن يجعل يوفق الأمة للصوم هذه المرة، أن يعني كل واحد يأخذ قرار على نفسه أن لا يعمل إلا ما يرضي الله، أن لا يتفوه إلا بالكلام الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذه الليلة قبل أسبوع من حلول الشهر الكريم، نود أن نستعد نفسيا وروحيا وفكريا لاستقبال هذا الشهر الكريم. ومعنا ضيفان كريمان، هما أخونا الكريم الأخ مصعب الذي سبق وأن تحدث هنا، الأخ حافظ الموسوي، وأيضا الأستاذ الدكتور محمد هشام سلطان الذي شرفنا من الأردن وحضر معنا وشارك بفعالية في مؤتمر الوحدة الإسلامية، وأيضا شارك هنا في مؤتمر الحوار الإسلامي المسيحي يوم الاثنين الماضي، فجزاه الله خيرا. وأيضا أردنا أن نستفيد منه هذا اليوم، فوافق مشكورا على الحضور والمساهمة في هذا الاستقبال الذي نتمنى أن يكون استقبالا مفيدا و
بهيجة لشهر كريم. فندعو الأخوين الكريمين للتفضل إلى المنصة ونستقبلهما بالصلاة على محمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد. اليوم حضور اخواننا ضعيف يعني يمكن استعداد لرمضان يعني يعتكفون بداوا الاعتكاف في المساجد. ما تقولون لي تحب تبتدي قبل ولا كما تحب؟ كيف؟ كما تحب. تفضل. واخونا الكريم الاخ ابو مصعب الاخ حافظ موسوي، انا صراحه ما كنت اعرف اسمه بس اعرف ابو مصعب. زين سويت ابو هاشم يعني كتبت الاسم، لان احنا الاخوه العراقيين عشنا وياهم نعيش معهم 20 سنه وما نعرف اسمهم بعدين، بس ابو فلان وابو فلتان اذا ذكر اسمه ما نعرف يقصدهم من، لان اخونا ابو مصعب يعني كنيته جميله وطلعته بهيه وكلماته مفيده ان شاء الله، فنستقبله ايضا بصلاه اخرى على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. عودت نفسي وعودت الأخوة أنني أتحدث وفق منهجية، ومعنى أن تكون منهجية في الحديث يعني أن هنالك نوع من التواصل بيني وبين الآخر، أكو لغة مشتركة. ولاتساع الموضوع سألجأ إلى الصبورة إذا تسمحوا لي، لأن الفكرة التي أحاول تسجيلها لهذه الليلة فكرة ذات أبعاد متشعبة، والصورة هي خير طريقة وأسلوب لإيصال الفكرة بأبعادها. العبادة بين التكوين والتشريع، الصوم نموذجا، هنالك ركائز لا بد للمسلم أن ينفتح عليها، ومن خلال هذه الركائز يستطيع أن يتناول أي موضوع. هذه الركيزة الأولى التي أحاول الوقوف عندها، هنالك ثلاثية، هذه الثلاثية تتحدد بأبعاد النص، العقل، الواقع، وهذا الواقع يتشعب هنا إلى واقع فردي وواقع اجتماعي وواقع كوني. نريد التدليل على أن تشريعات الإسلام لم تأتي بعيداً عن استيعاب كل هذه المنظومة. الحديث يتناول عن منظومة أكثر مما يتناول أبعاد متناثرة، وحتى نلملم الفكرة سوف أتحدث أولاً عن المنهج العام للفكرة. النص كتاب الله العزيز والحديث النبوي الشريف، العقل الذي كرم الله سبحانه وتعالى بني آدم، نقل النص سواء كان قرآنا أو حديثا إلى أرض الواقع يحتاج إلى عقل،
يحتاج إلى عقل يتمكن من الدخول إلى النص، استيعاب النص، ثم ترجمة هذا النص على أرض الواقع. كذلك بعد 1400 سنة إذا أردنا أن نقيم الفكرة، أن نقيم الوضع في الواقع الإسلامي، نحتاج إلى العقل هنا أيضا ليعطينا قدرة التقييم. كم قطعنا من المسيرة، كم بقى في الأفق المسيرة المتبقية، هذه كلها لابد أن يعمل العقل هنا. أما هذا الواقع، قلنا أن هذا الواقع هو يتمثل في ثلاثة أبعاد، سوف أرمز لأنه هو هذا علم أدرسه الديناتولوجي. فلح أرمز إلى رموز حتى نستغني ولو قليلا عن الشرح. هذا الواقع الفردي، وهناك الواقع الاجتماعي. وثالثا الواقع الكوني، ورمزت إلى الواقع الكوني مكة المكرمة وهذه الكرة الأرضية. صوتي يوصل يعني. الواقع الكوني والأرض التي يعيش عليها هذا الإنسان، وكذلك توجد عندنا القمر، الشمس، الواقع الفردي. هنالك آلية الله سبحانه وتعالى قد بثها، قد وضعها في الإسلام، أن التغيير الاجتماعي لابد أن ينطلق من الإنسان. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من خلال هذه الآية المباركة نذلف إلى قضية الفرد، وحديث يطول سوف نأتي إليه. ثم الجانب الاجتماعي، الإسلام ينفرد عن بقية الأديان، الإسلام ينفرد عن بقية الأديان، إذ إنه دين البعد والملمح الاجتماعي واضح جدا في شعائره، في الجانب العبادي. لم يكن مثل افترض ما نشاهده في المسيحية من أن الإنسان إذا أراد أن يتعبد فليذهب إلى أطراف الصحراء أو ليصعد إلى قمم الجبال في الأديرة البعيدة عن الإنسان وعن احتكاك الإنسان، بل إن المسجد الذي يؤسسه الإسلام تراه في السوق، حيث الزحمة وحيث تقاطعات الناس، الشراء والبيع، تجد المسجد هناك. لأن وظيفة الدين هي ليس أن يكون الإنسان متعبداً متبتلاً ممتنعاً عن علاقته بالطرف القريب منه وهي المرأة كما المسيحية في طقوسها، بل إن الإسلام أراد من خلال هذه الأسرة اللي يكونها ومن خلال هذا الاحتكاك الاجتماعي الممثل في أصغر صورة وهو المسجد تنطلق حضارة الإنسان المسلم. إذن ارتباط الجانب العبادي بالجانب الاجتماعي قضية أساسية. كذلك نلاحظ في الجانب العبادي مسألة مهمة، وهذه المسألة نرى أن الحركة الكونية تنعكس على الشعيرة العبادية. فمثلا الصلاة تبدأ مع الفجر، مع أول خيوط الضوء التي تنبعث من الشمس، ثم حدود الزوال الوقت الثاني، ثم المغرب، هذه الأوقات. وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. نلاحظ الصوم نختار اليوم أن هذا البعد
واضح. اذا اكو بعد فردي، لان المطلوب اولا ان الانسان هو الذي يحمل مسؤوليه نشر هذه الحضاره، فلا بد انه ان التغيير يكون شاملا وكاملا لهذا الانسان، لانه هو الذي يحمل الرساله. ثم عندنا الجانب الاجتماعي، الفردي الاجتماعي والبعد الكوني. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه آية 138 من سورة البقرة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون. إذن البعد الكوني، ماذا نلاحظ في البعد الفردي؟ سوف يأتي إلى تفصيل هنا خاص في هذه الفكرة، ولكن البعد الكوني نلاحظ أن تبدأ القضية مع الهلال، هنالك ارتباط زمني. انعكاس الحركة الكونية في الشعيرة العبادية، لا تصح الشعيرة العبادية إلا بوقتها، مثل ما لا تصح الصلاة إلا عندما يحين الفجر، إلا عندما يحين الزوال، إلا عندما يحين المغرب. إذا صليت قبل خمس دقائق من حلول الوقت غير مجزية وغير مبرئة للذمة. إذن هنا نلاحظ أن الهلال هو بداية مطلع الهلال، سوف ينعكس بعدا كونيا في العبادة. تلاحظ الجانب الآخر، هذه الشمس، الفجر هو بداية الإمساك، يمسك الإنسان عن أكل شيء، أي شيء، صوم الجوارح والنشاطات الأخرى الاجتماعية والأسرية. ثم نلاحظ هنا الجانب الاجتماعي، ما نلحظ بالجانب الاجتماعي هو أن الإنسان في عملية الصوم لها بعد اجتماعي. هذا البعد الاجتماعي يرقى إلى مستوى أن الإنسان، الله سبحانه وتعالى من خلال الشعيرة العبادية يريد يحسسه أنه أنت مو بس وحدك، أنت مرتبط بأمة، مجتمع. فمن هنا ينبثق قضية التكافل الاجتماعي: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشربة ماء. نلاحظ هذا المعنى إذا ترسخ في نفس الصائم، سوف يفكر في أخيه الإنسان، كيف يأكل، كيف يشرب، وبالتالي الإنسان مع النسيج الذي يحيط به ينهض نهوض واحد يؤدي هذه الشعيرة، وبالتالي يصبح للإنسان حس اجتماعي. إذن هذا البعد الاجتماعي لا بد أن نأتي عليه وبتفاصيل كثيرة. عندك مثلا في نهاية الشهر أنت زكاة اسمها زكاة الفطرة، مستحب أن هذه الزكاة يستخرجها الإنسان قبل يوم العيد، يعني الآن ممكن في أي وقت كان، يمكن قبل شهر رمضان، يمكن أثناء شهر رمضان يعطيها، وبعد ذلك ينوي في يوم العيد أن هذا الذي أعطاه هو عبارة عن زكاة الفطرة، وهذه تمثل اتصالا مع المجتمع، إحساسا بالآخر، محاولة لرفع بعض الحاجة التي تمس الآخرين في هذا النسيج الاجتماعي. هنا الجانب الفردي اللي هو أصل كل التحولات. ممكن فد شريط شفاف حتى شوي يبين.
البعد الفردي اليوم يمكن نحاول أن نغطي هذا المسألة. البعد الفردي في العبادة والصوم نموذجا، ثم هنالك منحني آخر يتمثل في البعد الاجتماعي، وهناك أيضا مسألة ثالثة تتعلق بالجانب الكوني. ثم نجمع الأبعاد الثلاثة في معادلة واحدة نرمز من خلالها طبيعة التفاعل بين الفرد والاجتماع والكون. يعني سأتحدث بشكل سريع. ماذا نلاحظ هنا؟ هذا المنحني التربوي لعملية التغيير الاجتماعي. ينقسم هذا المنحني إلى مرحلة نسميها مرحلة الهدم، ومرحلة أخرى تسمى مرحلة البناء. مرحلة الهدم، أو الإنسان في سيره في المجتمع ومن خلال هذا الاحتكاك تحصل أمور كثيرة قد يتجاوز الإنسان من خلالها على كثير من الأولويات، وبالتالي يحتاج الإنسان في مساره إلى فترة معينة. هذه الفترة التعبدية، هذه الدورة التعبدية هي محاولة لتخليص هذا الإنسان من البراثن الذنوب والخطايا والإشكالات التي يعيشها في حركته الاجتماعية، وبالتالي يحتاج إلى فترة. هذه الفترة فترة مراجعة للنفس، يتحصل من خلالها الإنسان المسلم على إرادة. هذه الإرادة يستطيع من خلالها الإقلاع عن الجوانب السلبية التي تترسب في شخصيته، في تفكيره، في شخصيته، في علاقاته بالمجتمع، في علاقاته مع كل هذه المفردات. وبالتالي هنا فترة الصوم شهر من في كل سنة يمكن أن نعتبرها دورة تعبدية يكون إثارة العقلية فيها بالقرآن الكريم، لأنه هو الشهر الذي نزل فيه القرآن. كذلك أن الجانب آخر مهم من الجوانب التي تثير في الإنسان قضية المراجعة، ألا وهي الدعاء. الدعاء مخ العبادة وجوهر من الجواهر التي يمكن للمرء استحصالها في هذه الفترة التعبدية هو الدعاء. الدعاء يرجع الإنسان، يعيد النظر بكل مساره، وبالتالي تنبثق من قوة الصبر على العطش، على الجوع، على هذه المسائل التي يمتنع عنها الصائم، بالتالي تفجر فيه طاقة. هذه الطاقة قادرة على استثمارها في مرحلة ثانية هي مرحلة بناء. أولاً لابد أن يستجيب الإنسان إلى نداء الله عز وجل، وهذا الشكل هو التقسيم الثلاثي للإنسان ممثلاً بالعقل والجسد والروح والنفس. هذا التقسيم الثلاثي يرحل الإنسان في هذه الدورة التعبدية ويراجع. القرآن يثير فيه الدفائن العقل. الجانب الجسدي هنا امتناع الصائم عن كثير من الممارسات. الجانب الروحي طبعاً احنا مريد نسلط الضوء في هذه العاجلة على هناك جوانب سلبية، أن المجتمع مع الأسف انحرف في ممارساته،
فتلاحظ مثلا الانسان الصوم حتى يفجر عنده طاقة الفكر، حتى يفجر عنده القابليات الإرادة، ولكن نشوف الصائم ما أن ينتهي من يوم الصوم وحتى يقدم على الأكل بشراهة، المعادلة ما لها تتم، هنالك خلل. لا نريد الكلام عن هذا، من هذا البعد الذي نطرحه البعد الثلاثي للإنسان تبدأ المسار، يبدأ المسار بالهدم إلى أن يصل هنا. هنا يحصل التفاعل، التفاعل يدخلنا على مرحلة من البناء. هذه المرحلة تنقسم إلى ثلاثة مراحل رئيسية. مرحلة الأسس البنائية، لأن الدوافع التي حصلت للإنسان في مرحلة هنا، المرحلة استجماع الجوانب السلبية الانحرافات، هنا وصل الإنسان إلى إدراك أنه لا بد أن يتجاوز هذا المعنى. هذا يدخله بمرحلة أخرى، إذن رح يقبل الإنسان على الأجواء التي تزخر فيها شهر رمضان المبارك، هذه الدورة العبادية، لتركز عند ما يسمى بالبرنامج، برنامج البناء. هذا البرنامج البناء هو برنامج ابتداء فكري منطلق من خلال تحسسه وقربه من القرآن الكريم، ولكن تعرفون أن الفكر لا ينطلق إلى ممارسة ما لم تكون هنا العاطفة. هنا يعمل الدعاء دوره، يحرك هذا الجنس البشري، يثير في نفسه قضية الجانب العاطفي، قربه من الله. هذه الأدعية التي نقرأها، دعاء الافتتاح مثلا في كل يوم، وأدعية كثيرة في السحر، إنما هي لإثارة الجانب العاطفي، لأن الجانب الفكري بعض الأحيان مقولب ومحدد الأبعاد، لكن ما الذي ينقل هذا الفكر إلى أرضية الواقع؟ لابد من إثارة المسألة العاطفية الحسية عند الإنسان. تبدأ هذه القضية مع أسلوب الدعاء، وبالتالي شوف نسبة التغيير هنا، يعني في هذه المرحلة نشوف هنا الإنسان حتى يحدد موقعه وين من هذا المنحنى التربوي. لما يشوف مثلا أن التقاطعات بين الزمن التغييري ودرجة التغيير متناسبة، يعني معناه هو في هذه المرحلة. أما المرحلة الثانية، مرحلة الفورة الحماسية والتي يلعب فيها الدعاء دورا كبيرا، هنا معنى أن هذا الدعاء قد حرك أحاسيس هذا الإنسان ودفعه كي ينقل هذه المفاهيم النظرية التي مرت في القرآن الكريم، مرت في الحديث الشريف، لإنزالها في أرض الواقع مبتدئا بنفسه. فيلاحظ أن الإنسان المتعدد تفاعل مع هذه القضية، البكاء، ارتجاف الصوت، يحس إحساس لا أريد أطيل في بحثه، أن هنالك قلب ينبض، هنالك مسألة جديدة لم تكن في عهد السابق، إنما هي مسألة جديدة. هذا معنى أن الإنسان التوترات التي تحصل عنده تضعه في هذه الخانة، وبالتالي يستطيع هذا الإنسان أن يستلم الإشارات بشكل واضح. ثم بعد ذلك نشوف أن هذه لا تدوم طويلا، لا تدوم طويلا، لأن العاطفة من طبيعتها جموح وسكون، وبالتالي نشوف أن هذا المنحني ينخفض قليلا ليؤشر الدخول إلى مرحلة ثالثة، هي مرحلة التصاعد الوعي. الإنسان في مساره مرات يسير دون أن يكون للوعي دورا في دفعه. هنا يكون الإنسان أوعى من خلال التفهم لهذه التفاعلات التي تحصل أثناء الشهر المبارك، وبالتالي نشوف أن الإنسان بدأ يخطو خطوات تختلف عن هذه المرحلة، تختلف عن هذه المرحلة. هي مسائل تتعلق بجملة أمور. الوقت دكتور حاصرني بعشر دقائق، يمكن صارت دقيقتين. لا، أربع خيارات بسيطة عندك. أي. ف
فبالتالي ربما في لقاء آخر نستطيع أن ندخل بشكل مفصل ما الذي يحصل في هذه المرحلة. هذا بشكل سريع سميناه المنحني التربوي في عملية التغيير الاجتماعي. هنا حصلنا على الإنسان الذي يمكن أن ينقل هذا الواقع اللي هو عبارة عن أفكار وخلجات نفسية وجوانب عاطفية، ينقله إلى أرض الواقع، ينقله إلى المجتمع. وأقرب مجتمع هو المجتمع الرمضاني، المجتمع الذي يحيط بذلك المتعبد بذلك الصائم، هو أول مشروع وأول خطوة، عفواً أول خطوة في المشروع الإلهي. وبالتالي يعني هناك مسألة تتعلق بالجانب الاجتماعي ما نحن نقدر ندخل لها لأنها بها في التفصيل، وهي أيضاً بشكل منحني ومسائل يعني واضحة المعالم. من خلالها يتلمس الإنسان كيف يبدأ الإنسان الصائم المسلم مشروع بناء الجانب الاجتماعي. ثم بعد ذلك نأتي إلى القسم الثالث، وهو أن البعد الكوني، هذا البعد الكوني الممثل بهذه الأرض التي منحها الله سبحانه وتعالى للمجتمع الصائم، كيف يمارس هذا الإنسان من خلال هذه المسائل التعبدية. احنا نلاحظ ان الجانب الطعام الشراب، كل هذه المسائل هي عبارة عن رموز اتت من خلال هذه الأرض التي الله سبحانه وتعالى سخرها لهذا العابد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. احسنت استاذنا، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. شكرا جزيلا اخوان الكريم الاستاذ ابو مصعب استاذ حافظ، شكرا لك على هذا الشرح البياني الذي يوضح عملية التطور داخل الإنسان نتيجة ممارسة الصوم. فالصوم ليس فقط ممارسة ميكانيكية آلية يمارسها الإنسان فقط ليرضي نفسه ويرضي ربه، بل هي مشروع للتغيير، التغيير الفردي والتغيير الاجتماعي. وقد وصف شيئا من آليات تلك العبادة، الآليات التي تؤدي للتغيير، وكيف أن التخلص من الشوائب ومن الذنوب ابتداء يدفع الإنسان على طريق التكامل مع مرور أيام الشهر المبارك. نشكرك أخانا الكريم، وقد وعدنا بتكملة البحث في جلسة أخرى إن شاء الله تعالى. الآن نستقبل أخانا الأستاذ الدكتور محمد هشام سلطان الذي شرفنا وزارنا من الأردن، وأيضا هو أستاذ في الجامعة جامعة البلقاء التطبيقية في الأردن، جامعة البلقاء التطبيقية، وله علاقة بعلم الفلسفة وعلم الكلام والفلسفة، ولا شك أن له باعا ضليعا في العلوم الإسلامية. ونستقبله بالصلاة على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم على محمد وآل محمد. في بداية هذا الحديث يعني أشكر الدكتور سعيد على هذه الدعوة، وأشكركم على الحضور يعني، وأتمنى إن شاء الله أن يجعل الله من هذا اللقاء ومن هذا الشهر خيرا وبركة لنا ولجميع المسلمين. الحقيقة أن الحديث عن شهر رمضان حديث يعني متنوع ومتشعب، ومهما تحدث الإنسان لا يستطيع يعني أن يعطي لهذا الحديث يعني حقه وقدره.
في بداية الحديث طبعا ما نستهل به قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا القرآن نزل في هذا الشهر المبارك، وهذا الشهر المبارك يعني بارك الله فيه وجعل للصيام خاصية معينة، خاصة أن الصيام على اعتبار أنه امتناع عن الطعام والشراب وامتناع عن كل يعني ما يؤذي الإنسان وما يضر بالإنسان، هذا النوع من الصيام وأن هذا النوع من العبادة عبادة لها جمالها الخاص. ولذلك عندما ننظر إلى موضوع شهر رمضان نرى أولا أن استقبال شهر رمضان والاستعداد إلى استقبال شهر رمضان من الأمور الهامة. الاستعداد النفسي لاستقبال هذا الشهر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعد لذلك. ومن الأحاديث الجميلة الرائعة في هذا المقام ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. انظروا إلى هذا الحديث: إن في أيام دهركم من ربكم في أيام دهركم لنفحات. هذه النفحات هي عبارة عن أوقات معينة تأتي فيها حالات معينة، تأتي فيها نفحات معينة تأتي على الإنسان، فليتعرض الإنسان لهذه النفحات. يعني نحن الآن مقبلين على أيام مباركة استعداداً إلى التعرض لهذه النفحات. ولذلك العبادة التي نتقدم بها، العبادة التي نقوم بها من صوم وصلاة وصدقات وغير ذلك، عبارة عن أمر كأنها إعداد للتعرض إلى هذه النفحات. والإنسان إذا تعرض إلى هذه النفحات الربانية، النفحات الإلهية، يعني معنى ذلك أن الله قد أكرمه، قد أكرمه بهذه النفحة التي تولد فيه وجودا روحيا قويا ووجودا نفسيا عاليا وراقيا. نحن في أيامنا التي نعيش فيها، بل في غالب الأيام، صار التوجه الآن في العالم توجه مادي، توجه محسوس، توجه إلى الطعام والشراب، توجه إلى البناء. يعني التوجهات كلها أصبحت غالبية التوجهات توجهات مادية. إذا معنى ذلك نحن عندما نأتي إلى شهر رمضان ونريد أن نتعرض إلى النفحات، نريد أن نتعرض إلى أمر غير مادي. هذا الأمر هو الروحانيات، يعني أو ما يطلق عليه بالروحانيات، ما يطلق عليه بالغيبيات، ما يطلق عليه بالرحمات الإلهية، الرحمة الإلهية التي تنزل على الإنسان. إذا معنى ذلك الإنسان يبتدئ في عملية التعرض. يعني مما سمعناه من أخينا أبو مصعب كلام جميل، ويعني أخذ منه بعض اللقطات عندما يتحدث عن يعني النزول ثم الصعود وغير ذلك من المعاني. أتذكر عند أهل العرفان يقولون يعني أن حياة الإنسان تسير في كلمة واحدة
لكن تدور معها النقطة في ثلاث يعني في ثلاث مرات. أول شيء في حياة الإنسان هو التخلي. التخلي بوضع النقطة فوق الخاء بمعنى أن الإنسان يضع في نفسه أن يتخلى عن جميع السيئات، أن يتخلى عن الأخلاق السيئة، أن يتخلى عن كل ما لا يليق بالإنسان، أنه يبتدي الإنسان يعمل عملية نظر في داخله في نفسه، يعني كيف كما يقال يعني أخرج من نفسك وادخل فيها تجد الله. أخرج من نفسك يعني أخرج عن عوالم النفس، تخلى عن عوالم النفس. إذا تخليت عن عوالم النفس تبتدئ تدخل في الطريق الإلهي. هذا يؤدي إلى ماذا؟ كما يقولون يؤدي إلى أن الإنسان يتخلى أولاً ثم يتجلى. النقطة تحت اللام الجيم الحاء، النقطة تحتها يتجلى الإنسان. الإنسان يبتدئ يعني أولاً يتخلى ثم يتحلى، الحاء بحذف النقطة هنا بصير عند الإنسان تخلي وتحلي، يحدث عنده التجلي. إذا تخلى عن الأمور التي لا تليق وتحلى بالأخلاق الإسلامية، بأخلاق العبودية، أخلاق العبودية، يحدث عنده التجلي كما يقال. والتجلي هو عند العلماء يسمى درجة العرفان أو درجة العارف. هذه القضية حياة الإنسان تمر بذلك. ولذلك من أهم الأمور أن يتحكم الإنسان في عالم نفسه، كما يقول البصيري: خالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما أبدى إليك النصح فاتهني. مخالفة النفس ومخالفة الشيطان هي الطريق إلى التحلي وإلى التجلي. الآن الشيطان يعني يدور حولنا ويدور حول كل إنسان، لكن الإنسان إذا استطاع أن هو أن يخالف الشيطان وأن يخالف النفس وأن يخالف هوى النفس. هوى النفس ليس أمرا عاديا، هوى النفس ليس أمرا عاديا. وكما يقال: ضلال العقول اتباع الهوى، ضلال العقول اتباع الهوى، ولا حيلة في ضلال العقول. ومن لم يخالف هوى نفسه فلا بد من أمره أن يطول. وإحنا يمكن معظمنا الآن بنمشي بعض الأوقات مع العقل، لكن 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 أنا لا نمشي مع العقل اللي هو العقل الذي يحمل ميزان الشرع، العقل الذي يحمل الميزان الشرعي. إذا حملنا العقل الذي يمشي بميزان الشرع بدأنا هنا لا نمشي بضلال العقول، وإنما نمشي بهداية العقول. لأن الشرع هو كالشمس المضيئة، والنفس هي كالعين التي تنظر إلى هذا الشرع. النفس التي هي العين إذا أغمضت الأجفان ونظرت إلى الشمس لا ترى شيئا. ولذلك الإنسان يجب عليه أن ينظر بعينه إلى الشمس المضيئة، أن ينظر بعقله إلى نور القرآن. القرآن نور، هذا النور القرآني هو الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى للإنسان. إذا أعطى الله النور للإنسان معنى ذلك أنه دخل إلى عالم السلامة. كل ما نسعى إليه في هذا الشهر المبارك أن يضع الله النور في قلوبنا وأن ينور أرواحنا
وعندما ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في رمضان يعني كما ورد في الأحاديث خاصة في العشر الأواخر، إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد المئزر ودأب وأدأب أهله، كان يأتي ويعني هو يتحرك في حركة قوية، وكذلك يحرك أهله أهل البيت متحركين في هذا الشهر المبارك. والنبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة، وآل بيته أيضا ينقلون هذا، ويعني ما نقل أيضا في الروايات المتعددة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في رمضان. ونحن الآن نعيش في نعمة إذا نظرنا إلى ما كان يعيش عليها يعني السلف الصالح وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخشونة. كيف كانت فاطمة، فاطمة الزهراء، كيف كانت تعيش، وكيف كان بيتها فيه حصيرة ووسادة، ويقال أن فيه جرة أو وعاء، وأنه كانت الإمام علي يطعمون الطعام على حبه، على حبهم للطعام، مسكينا ويتيما وأسيرا. هم لم يتبرعوا بهذا القرص الذي تبرعوا به في اليوم الأول، القرص من خبز الشعير. نعم تبرعوا بقرص من خبز الشعير في اليوم الأول تطوعوا به وأعطوه، وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث 3 أقراص من الشعير، لكن هذه الأقراص نزل قول الله تعالى معظما لهم يطعمون الطعام على حبهم للطعام مسكينا ويتيما وأسيرا، يعني حياتهم كيف كانت. إذا معنى ذلك هنا هذا يعطي لنا كيف نتصدق وكيف نكون في هذا الشهر المبارك في شهر رمضان، كيف يكون سلوكنا. يعني القضية هي يعني السلوك الذي يعيش فيه الإنسان، والإنسان النفس الإنسانية. يعني بعض العلماء أمثال الشيخ محي الدين بن عربي رحمه الله يعني كان مصور شطرنج، صورة شطرنج سميت شطرنج العارفين. شطرنج العارفين يعني كما التصوير الذي صوره لنا الأخ المصعب، شطرنج العارفين مصور النفس الإنسانية بالمطالب الإنسانية وبالأحوال التي تنتج عنها. إذا أنت تصدقت، إذا أنت تصدقت، إذا المعنى ذلك تصبح نفسك الآن تنتقل نفسك من حالة إلى حالة، تصبح في حالة كل مرة في حالة. إذا زادت الصدقة تزيد في حالة، كلما زاد الخير الخيرات، كلما زادت الخيرات كلما ارتقى الإنسان، وكلما زادت السيئات كلما نزل الإنسان. وكأن النفس الإنسانية صاعدة ونازلة، صاعدة مع الخير والحسنات، ونازلة مع أنواع الشرور والآثام التي يفعلها الإنسان. ولذلك أهم شيء هو عالم الإنسان، عالم النفس الإنسانية، عالم النفس الإنسانية. ولذلك احنا عندما نرى انه هذا العالم ليس عالما عاديا، مما يروى ان الامام علي المقولة تقال له ويقولها ايضا كان قد قالها ابن سينا من فلاسفة الاسلام، يقول دواؤك فيك ولا تشعر، وداؤك منك ولا تخبر، وتزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. الإنسان رغم كونه جرم صغير لكن العالم الأكبر منطوي في هذا الإنسان، خاصة إذا تحرك الإنسان بحركة روحية إلى الله. ولذلك يعني هذا الشهر هو شهر العبادة، هذا الشهر هو شهر الصدقات، هذا الشهر هو شهر القرآن، هذا الشهر شهر غفران الذنوب. يعني هذا الشهر مهما تحدثنا فيه الحديث
لا يسع، ولذلك على الإنسان أن يكتسب يعني الاعتبار، أن يكتسب يعني في هذا الشهر يعني فعل الخيرات. طبعا والإنسان لا يعرف عمره كم يطول عمره ليكون في هذا رمضان، انتظر إلى رمضان الآخر أو إلى غير ذلك، الأعمار بيد الله. لكن الإنسان يحاول الإنسان أن يسير في هذا الشهر يعني بالصورة الإنسانية، وأن يستفيد وأن يحسن حاله النفسي، ويعني ليس هناك شيء أعظم من قراءة القرآن والتعبد بتلاوة القرآن. هناك نقطة أشار إليها أخونا أبو مصعب وهي الدعاء. الدعاء فعلا الدعاء يعني أمر هام، كما في الحديث الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة. ولذلك تلمسون يعني أن الأئمة عليهم السلام جميعا وجميع أهل العرفان هم واضعوا أدعية، واضعوا أدعية، وهذه الأدعية كلها مقتبسة من القرآن الكريم، كلها مقتبسة من القرآن الكريم. كيف أن الإمام جعفر الصادق عليه رضوان الله تعالى عندما يقول يعني عجبت لمن يصاب بالغم كيف يغفل عن قوله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كيف يغفل عن ذلك؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إشارة إلى عمق القرآن، وإشارة إلى أنه يعني ما الذي حدث مع سيدنا يونس عليه السلام، الإنسان الذي يصاب بكثرة هجوم الناس عليه كيف يغفل عن قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لن يمسسهم سوء. آيات القرآن الجامعة في موضوع الدعاء هي الأصل، وأجمل شيء أن تكون في رمضان. ولذلك قلنا أن الأئمة وأهل العرفان الأدعية التي يعني نسمعها وسمعناها وتعلمناها من الصحيفة السجادية إلى غير ذلك، إلى دعاء الكبير، إلى كل الأدعية، هذه الأدعية يعني هي أجمل ما يقرأ في رمضان، ويقرأها الإنسان يعني بصورة يعني بصورة هادئة وبصورة متفاعلة، متفاعل فيها مع الله. وهذه الأدعية الموجودة يعني يمكن هنا أشير إلى أمرين، أن هذه الأدعية الموجودة عند الأئمة هناك أدعية مشابهة لها عند أهل العرفان من المتصوفة الذين ساروا في درب أهل العرفان. عندما نرى أن الإمام الشاذلي عليه السلام يأتي لنا بأدعية، هي عندما نظرت في هذه الأدعية أجد أن هذه الأدعية كلها مأخوذة من بعضها البعض، والكل متوجه فيها إلى الله. ولذلك الدعاء من آيات القرآن، الدعاء من الأحاديث، الدعاء من المأثور، الدعاء دعاء أدعية الأئمة الكرام. إذا معنى ذلك هنا هذا الشهر يعني المفروض أن تمتلئ حياة الإنسان فيه بهذه العبادة، وأن يتهيأ الآن إلى يعني العبادة. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك يعني، وأسأل الله أن يجعل شهرا مباركا علينا وعليكم، وإن شاء الله يجعل الله الخير في كلماتكم ودعائكم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.